من أول الفنانين المصريين اللي أعلنوا تضامنهم للشعب اللبناني كان الشاعر أمير طيب. الحقيقة هو مش بس أعلن التضامن، هو من أول الناس اللي تعرف منهم اللي حصل في بيروت، يعني قبل ما تنزل في الأنباء وقبل ما تكون موجودة في نشرات الأخبار، أمير طعيمة قال على الأكاونت بتاعه إنه في انفجار في بيروت. معانا على التليفون الشاعر المصري الشاعر الغنائي الشهير أمير طعيمة عن طريق زوم. أهلا بيك أمير طعيمة، يا رب تكون سمعني لأن أنا مش سمعك. أنا كده سمعت. أنت من أول الناس اللي عرفوا عن الانفجار، في ناس عرفت من الأكاونت بتاعك عن انفجار بيروت، ليه؟ والله أنا في أصدقاء ليا كتير في لبنان، ففي واضح حد كان بيته قريب من مكان الانفجار، نزل فيديو على طول يعني على الفيسبوك. دخلت حتى أشوف على الجوجل، أنا بحب أتحقق قبل ما أصدق أي حاجة، فكان نزل يمكن خبر بس ما بقالوش دقيقة أو حاجة، فللأسف عرفت إن الخبر حقيقي يعني. أنت الفيديوهات جات لك بدري، أنت علاقتك ببيروت أعتقد متصلة دائما أنت هناك، أو كتير جدا من أغاني المطربين اللبنانيين من كلمات أمير طعيمة. بيروت من أكتر المدن اللي أنا سافرتها بحكم شغلي وبحكم صداقاتي، يعني عارف حتة فيها. يعني أنا لما عرفت إن الانفجار في مرفأ بيروت، أنا يعني حسيت بكم الحاجات اللي الناس هتحسها بعد كده، لأنه في منطقة قريبة جدا من مناطق سكنية كبيرة وفيها يعني زحمة سكانية. يعني حتى أصدقائي مثلا في حي الأشرفية أو حاجة مرضتش أتكلمهم على طول، لأني كنت متخيل أكيد إن اللي هيبقى كويس فيهم هيبقى إزاز البيت لازم هيكون واقع من الفيديوهات اللي شفناها. فيعني عارف المنطقة، وللأسف أنا أول ما شفت شكل الفيديو يعني توقعت للأسف حاجات كتيرة الناس عرفوها بعد كده يعني. في غالب الـ الأمور بتبقى الخبرة والحصافة بتخلي الإنسان يتمهل كثيرا لما يعلق على شأن سياسي في دولة أخرى، بالذات لما يبقى فنانين زي أمير طعيمة. إنما أنت كانت عاطفتك أكبر بكتير وغضبك كتبته في تدوينات وكأن ما فيش حواجز بينك وما بين لبنان على الإطلاق. أنا عمري ما حسبتها إن هي شأن سياسي، أنا ما بتكلمش إن الحزب الفلاني لازم يمشي والحزب الفلاني لازم يجي، أنا بتكلم عن شعب علاقتي متصلة بيه زي ما قلتي. ناس مستواهم المادي عالي جدا بيشتكوا بقالهم مدة طويلة، وبتكلم على ناس مستواها المادي عالي. في أرقام يا منى، في إن الدولار لما يبقى كان ب 1500 ليرة فيبقى ب 7500 ليرة، ده ممكن تتخيلي الأزمة اللي عند المواطن العادي يعني. فهي كان في مشاكل اقتصادية بقالها مدة طويلة، طبعا جت الكورونا صعبت الموضوع أكتر، لبنان بتعتمد على السياحة كمصدر دخل رئيسي يعني. فبعد الكورونا وبعد أن كان في أزمة اقتصادية، لما تحصل حاجة زي دي يعني هم في مشكلة كبيرة. وأنا ما بتكلمش، أنا ما بشوفش أن أنا اللي اتكلمت فيه شأن سياسي خالص. اي حد عاقل هيقول لك ازاي يبقى بقى لهم 6 ولا 7 سنين في شحنه 2700 طن، ده تكلمي 3 مليون كيلو تقريبا متفجرات يعني، ومحطوطه في مكان هو التقسيم الجغرافي بتاع البلد، ان دي مدينه ساحليه مينا قريب جدا من المناطق السكنيه، يكاد يكون في قلب المناطق السكنيه ملاصق لها. فانا بشوف انه ايا كان بقى سبب الانفجار ايه، هو مجرد وجود من يوم وجود المتفجرات دي في المينا لحين انفجارها، يعني اي حد عارف معلومه زي دي مسؤول وتغاضى عنها، يعني انا مش عارف هينام ازاي. انت شايفين للاسف الاعداد اللي بتتقال دي لسه هتزيد، للاسف الخسائر الاقتصاديه دي مش على قد اللي اتكسر واللي اتعمل. المينا ده لبنان مش زراعية أو صناعية قوي، هي كمان بتعتمد شوية على أنها تستورد الـ الـ الأكل والأدوية والحاجات دي كلها، والمينا بقى مش موجود يعني.
كارثة. أعتقد أنه كان لازم حد يفكر ده ممكن خطأ بشري بسيط يعمل اشتعال في مكان زي ده يعني. فأنا مش شايف أنه بتكلم في أي شيء سياسي بصراحة. أنا بتكلم عن شعب دايما احنا الناس اللي عارفين لبنان قوي يعني. مش اغراب, بتتكلم عن بلد بتحبها مش بلد غريب. متفهمه طبعا جدا طبعا متفهمه طبعا جدا منطقك. اصدقائك اللي في لبنان الحزن هو اللي غالب ولا الغضب هو اللي غالب؟ احكي لي من تواصلت معهم. والله انا اللي تواصلت معهم الحمد لله هم بخير, بيوتهم اتدمرت طبعا, بس هم كأشخاص بخير جسدياً, بس طبعاً نفسياً مش كويسين. هما بقالهم مدة نفسياً مش كويسين. أي حد في بلد, مش فكرة إن أنا بيتي اتكسر فهعرف أجيب بيت غيره, أكيد بيفكر في بيبص للصورة العامة, لأن ده في الآخر وطنه. فلا, نفسيتهم سيئة جداً, في غضب وفي حزن وفي يأس للأسف. وإحنا دايماً بقولك دايماً إحنا اللبنانيين لما الواحد كان بيسافر كده بياخد منهم طاقة إيجابية وبيحبوا الحياة فيعني أنا شايف إن الشعب اللبناني يستاهل ما هو أفضل بصراحة. بكثير ما يستاهلوش ده, وحتى لو الحدث قدري فهو مبني على إن الحاجة دي ما كانش ينفع تفضل موجودة في المكان ده, ولو فضلت في المكان ده ما تفضلش المدة دي كلها. أنا مستني إيه؟ مستني لما تنفجر يعني. الحقيقة إنه الشعب اللبناني لازم يعرف ويعي ويثق إنه إحنا مشاعرنا هنا في مصر مش مجرد مواساة بروتوكولية. إحنا حزانة زيهم, إحنا بنأمل في مستقبل أجمل وأفضل زيهم بالضبط للبنان. الحقيقة إنه إحنا مشاعرنا كده منصهرة معاهم, وخايفة إنه بعض المشاهدين يفتكروا إنه اللي بيروحوا لبنان بس هم اللي زعلانين. لا, اللي بيقروا تاريخ زعلانين, اللي يعرفوا حضارة لبنان زعلانين, اللي يعرفوا طبيعة البشر في لبنان زعلانين. هي المسألة ولهاش علاقة إنه في ناس بتسافر لبنان أو لا, لا علاقة في ناس تدرك قيمة الناس ولبنان. ده حدث إنساني. أنت لما كان بيحصل تسونامي في اليابان أو أي بشر بيتعرض لحدث زي ده أنت بتتعاطفي معاه. فلما يبقى حد من دمك ومن عروبتك, ممكن تكون أزيد عندنا شوية أن أنت ليك علاقة مباشرة بناس كتير. فأنا قعدت أفكر ده بيته في الأشرفية, ده هيبقى ربنا يستر ما يبقاش الإزاز اللي اتكسر ده موت حد. مش يعني قعدت شوية, وطبعا عارف مدى الرعب اللي هم فيه, فمش قادر أكلم حد في الساعات الأولى. بقيت والله العظيم يا منى بخش على حساباتهم في إنستجرام في تويتر أشوف اللي بيعلق بيقول أنا كويس, اللي حتى اللي غضبان فأعرف من غضبه أنه هو كويس. فهو يوم 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 حزين على البشرية وعلى الوطن العربي, وأكيد يعني أكيد على لبنان. إحنا مهما تعاطفنا أو زعلنا إحنا في بيوتنا, في ناس أكتر من 300 ألف واحد فقدوا بيوتهم, هيترتب عليه فقدان وظائف, ويترتب عليه نقص في مواد غذائية, وفي حاجات كتيرة الفترة اللي جاية نتمنى من المجتمع الدولي ومن الدول العربية قبل المجتمع الدولي. هي مش فكرة ان انت تحل لهم مشكلة يوم او يومين, لان الموضوع ده هيطول ومحتاج ان يعني حملة انقاذ بكل الدول العربية. انا نفسي كمان يبقى في وسيلة للمواطنين العاديين اللي نفسهم يتبرعوا, او تبقى وسيلة آمنة ووسيلة معروف انها توصل للشعب اللبناني, يبقى ثقة عند المواطن. لان انا متأكد ان في الملايين اللي هيبقوا عايزين يعملوا كده ومش عارفين يعملوا ازاي, لان صحيح. هي الأزمة كبيرة, مش انفجار في مينا خالص. ده موضوع هيترتب عليه للأسف ايام صعبة, ولازم احنا في الاول كوطن عربي كمان نبقى في مقدمة الناس اللي نهتم بالموضوع ده يعني. كلامك سليم وسديد. الشاعر الغنائي الشهير أمير طعيمة المحب للبنان وللبنانيين زي معظم المصريين, بشكرك شكر جزيل. أمير طعيمة قال كلمة مهمة, هي حملة إنقاذ اتحاد أوروبي مجتمع دولي ودول عربية. يعني المسألة لا تحتمل انتظار, تحتمل تكاتف, وليس إنقاذ بالمعنى المادي وفقط, إنما إنقاذ معنوي لهذا الركن العزيز الغالي في خريطة العالم العربي.